ولمناقشة التطورات السودانية ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة السودانية الخرطوم السيد محمد شناوي الصحفي والمحلل السياسي. سيد شناوي، مرحبا بكم. لنبدأ من البيانات والتصريحات من دول غربية، خاصة دول الترويكا التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج. أيضا علق الاتحاد الإفريقي عضوية السودان حتى نقل السلطة إلى هيئة مدنية. كل هذه التطورات سيد محمد، هل يمكن أن تشكل ربما نوع من الضغط على المجلس العسكري يجبره في الأخير على تعجيل نقل السلطة؟ أكيد ستشكل ضغط على المجلس العسكري، خاصة وأن المجلس العسكري وجد عزلة كبيرة بعد ارتكابه مجزرة القيادة العامة للقوات المسلحة، والتي راح ضحيتها أكثر من 108 وفق بيان لجنة الأطباء المركزية، وكذلك أكثر من 200 جريح. هذا الأمر كان المجلس العسكري يعتقد أن بإنهاء أو بفضل الاعتصام يعتقد أنه سيكون في موقف قوي، خاصة وأن المعتصمين كانت تستخدمه قوى إعلان الحرية والتغيير ككرت ضغط على المجلس العسكري للاستجابة لما تبقى من الاتفاقات التي تجاوزت 95% بين قوى إعلان الاتفاقات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وكان يعتقد أن بفضل الاعتصام يكون هو في مصدر قوة، لكن ما حدث عكس ما كان يتمنى، خاصة وأن هناك دولا كثيرة رفضت هذا الأمر ورفضت أو أدانت واستنكرت عملية ضد الاعتصام بالقوة، وأيضا هناك غضب شعبي هنا في السودان، كل السودانيين استنكروا ورفضوا هذا الأمر، خاصة وأن الأمر جاء قبل يوم أو مع مشارف العيد الذي تحولت الفرحة هنا في السودان إلى حزن خيم على كل الأسر السودانية. هذا الأمر ربما عقد المشكلة، خاصة وأن هناك انتشار أمني في معظم أو في كل أحياء الخرطوم، والآن الشوارع مغلقة تماما من قبل المواطنين، قاموا بإغلاق الطرقات بالمتاريس. الحياة هنا في السودان تعيش شللا تاما، وهو هذا الأمر هو ربما هي الأمر استجابة لدعوة تجمع المهنيين التي طالبت بالعصيان المدني وطالبت أيضا بوضع المتاريس في الأحياء، وبالفعل معظم أو كل الأحياء استجابت لهذا الأمر ووضعت المتاريس. الحياة هنا في الخرطوم متوقفة تماما، أجواء العيد غائبة تماما. كل هذا الأمر هو كان تبعات لعملية مجزرة فض الاحتطام التي أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى. هناك حتى الآن أسر لم تتحصل على أبنائها، وهناك جثث ألغيت على البحر. هذا الأمر سبب ربكة كبيرة، خاصة وأن الاتحاد الأفريقي اليوم علق أو جمد عضوية السودان، وبالتأكيد مجرد ما يعلق، لأن هناك عدد من المنظمات والمؤسسات تعتمد على تقارير الاتحاد الأفريقي، وهذا الأمر ربما سيفتح الباب لكل الاحتمالات. وبالتأكيد أن الوضع حتى الآن هو الخرطوم تعيش حالة من الاحتقان. سيد شناوي، المجلس العسكري على رأي الكثير من المحللين بات يعيش أزمة سياسية على المستوى الداخلي والخارجي، وهذا الأمر أجبره على طلب التفاوض مع المعارضة دون شروط، لكن مسألة رفض المعارضة للطلب التفاوض هل يصب في مصلحة السودان؟ وأنا في تقديري الحوار هو أمر لا بد منه، لكن أنا في رأيي أن المعارضة توفقت في موقفها الرافض، خاصة وأن الغضب الشعبي كبير جدا هنا في السودان. كل السودانيين كانوا يستنكروا هذه الأفعال الإجرامية،
وبالتالي القرار أو المعارضة في رأيها أفتكر أنها كانت موفقة، خاصة وأن المجلس العسكري هو لا يمتلك الشرعية، وأنه في نظر الكثير من المتابعين أنه يعني خفف الثورة، يعني لا شك أنه أيضا لعب دورا كبيرا، لكن هي الثورة هي نتاج لحركات احتجاجية منذ 19 من ديسمبر، وبالتالي المجلس العسكري بالفعل أو القوات المسلحة هي يعني انحازت للمواطن، وبالفعل نجحت يعني في استلام السلطة من الرئيس عمر البشير. لكن بعملية المجزرة التي ارتكبتها قبل يومين أو يوم من عيد عيد الفطر، هو ربما هي يعني أفقدت الثقة بين المواطن والقوات المسلحة، وأيضا أفقدت الثقة بين القوى السياسية المعارضة والمجلس العسكري، وخاصة وأن المجلس العسكري طالب بالانتخابات، وبالفعل وجد هذا الأمر ربا كبيرا من قبل القوى السياسية باستثناء حزب الأمة، ولكنه وضع شروط للانتخابات، والشروط التي اشترطتها قوى حزب الأمة غير متوفرة حتى الآن. وبالتالي أن المجلس العسكري الآن يعيش في عزلة كبيرة داخلية وعالمية، وأيضا خاصة وأن هناك انتهاكات كثيرة دارت بعيد هذه المجزرة في أحياء الخرطوم، هناك يعني عمليات قمعية للمواطنين، هناك ضرب، وهناك انتهاك. طيب سي شناوي، على ذكر العمليات القمعية، آسف للمقاطعة ولكن بأقل من دقيقة، يعني هناك من يذهب إلى أن فضل اعتصام جاء بعد حضور عبد الفتاح البرهان القمة العربية والقمة الإسلامية، هل هناك من رابط في ذلك سيد شناوي؟ بالتأكيد هناك رابط كبير جدا، خاصة وأن عملية الفضل لم يعني المجلس العسكري في الفترة السابقة صرح أكثر من مرة أنه لا ينتوي أن يفرق المرتجين من أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، لكن بعدما ذهب عبد الفتاح ونائبه الى مكه المكرمه ومصر والسعوديه تغيرت لهجته، المجلس العسكري تغيرت لهجته واصبح يتحدث يعني بلهجه مختلفه عما كان عليه، يعني النبره يعني اصبحت واضحه، وبالفعل هذه هي اعتقد انه هي باملاءات خارجيه، خاصه وان الثوره أصبحت يعني مقتطفة على دوليا، أو التدخل الدولي أصبح بارزا، خاصة وأن هي الثورة هي ثورة سودانية منذ أن قامت، لكن بالتحركات الخارجية هي يعني فتحت الباب للشكوك في التدخل الخارجي، وبالفعل ثبتت هذه التدخلات. من الخرطوم محمد شناوي الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم.